قال له: جار الحرم، فمن أي البلاد أنت؟ قال: لا أحدثك عن اسمي، أنا من بلد خرجت منه قاصدا بيت الله الحرام، وأنا شاب أتيته وأنا شاب. لأن هو كانت الرحلة بتاعته مش الرحلة السريعة ولا الفي أي بي ولا الكلام ده، ولا طائرة ولا قطار. ده اللي كان عنده دابة ده محسود ومغروط في مكوفين. لكن بعضهم كان يحج حتى بدون نفقة، وربما يمر على البلد من البلدان يسترزق فيها أياما ويشتغل بالأجرة، يعمل يتعب يزرع يقلع ياخد هذا الأجر يشتري به بعض الزاد ويكمل طريقه. فقال له: أنا خرجت من بلدي وأنا شاب أتيت البيت الحرام وأنا شيخ. فالتجارة حرام. فلذلك مسألة النفقة أيضا مسألة برد مهمة جدا يا أخي. أنا أعرف الحج الآن يعني صار فوق الطاقة وصار مكلفا. لكن يعني على كلفته ربما نقدر أكثر من غيره. يعني تقدر تحج، في غيرك ما يقدرش يحج حتى. في واحد ممكن يعمل خطة خمسية، يعمل خطة خمسية للحج، فيقول أنا في خلال 5 سنين أجهز نفقة الحج. كل سنة أركب قرش على رجلي، لأنه فريضة. وليس أي فريضة، فريضة غالية. من حج فلم يرفض نفسه، رجع عن ذنوبه كانت مولدته. ليه السلف كانوا بيحرصوا على الحج؟ لدرجة مش كده فقط، مغفرة الذنوب. كان الواحد منهم ينوي الحج ويعزم عليه أملا في أن تدركه منيته وهو محرم. شفت بقى يعني الدماغ رايحة فين؟ عايز يحج، مش فقط هو حج قبل كده سنة واثنين وثلاثة. طب ليه كل سنة بيحج؟ 40 سنة بيحج، مش بيعرفش يحج. لا، هو كل مرة يتمنى على الله عز وجل إنه يأتيه أجله تقبض روحه وهو محرم بالحج. طب إيه اللي هيستفيد من كده؟ يبعث على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة منبيا، ويدفن في كفنه في إحرامه، لا يكفن في إحرامه، ويبعث يوم القيامة منبيا، يعرف الحجاج يوم القيامة وهم يلبون في أرض المحشر، لبيك اللهم، في شرف وشارة ورفعة أكثر من ذلك. فالسلف رضي الله عنهم ربطوا أنفسهم بموضوع الحج من أجل هذا. فكرة أنه يذهب إلى الله عز وجل فربما يأتيه الأجل فيكون قد سعد. ولذلك سبحان الله يعني يذكرون أنه قبل عدة أعوام كان أول فوج أتى إلى المدينة المنورة في أفواج الحج، كان فوج جاي من ماليزيا. فالفوج أول ما وصل، فانتوا عارفين الشعب الماليزي كانوا زملاء في الجامعه بيدرسوا معانا، شعب طيب جدا ورقيق ونقي يعني. ف وعندهم حب للاسلام وحب للعرب والمسلمين. ففي امراه اول ما نزلت ارض المطار سجدت حمدا لله وشكرا ان ربنا بلغنا هناك. كانت مراه مسنه كبيره في السن. فالحاجات اللي معاها والرفقه يعني سالوها تسجد وتطيل السجود براحتها. بعد شويه لما طولت بدوا ينادوا عليها يلا عشان نلحق الاجراءات كذا كذا، لا تجب. فلما طال الوقت وادركوا ان الامر مريب بيحركوها لانها ماتت. في ارض المطار مات شوقا، قلبها الضعيف لم يتحمل انها وصلت اخيرا. الكلام بعد كده بقى ايه؟ الرفقه دي قالت ايه؟ بقالها 30 سنة بتحوش للحج. هي مش قادرة تحوش. عشان كده من شوية قلت إيه؟ صح الكلفة موجودة وصعبة، بس تقدر تعملها خطة. المرأة الماليزية دي بقالها 30 سنة بتحوش للحج. ولما ربنا سبحانه وتعالى كمل لها نفقتها وعزمت الأرض ويسر لها، يعني كان الأمر على نحو ما كتب الله لها وقدر، قدر ربنا ان تفيض روحها على ارض قلبها الطليبه وتفيض مشتاقه محرمه.
العام الماضي حجيت بفضل عز وجل، وكان معنا امرأة جاية من تورونتو، وكانت هذه المرأة يعني من أصل الأجانب والأجانب من هذا الشيء. يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، احنا عرفات قضيناه، رحنا مزدلفة بيتنا فيها، عملنا جمرة العقبة بعد مزدلفة، رحنا عملناها، وبدأت تأتيني الأسئلة، في واحدة مفقودة من المشكلة، واحنا عارفين إن دي عندي لا تكونش عارفة تكلم، هل ممكن نرجع جه الخبر انه في واحده من الحمل في المستشفى، فقلنا ممكن تكون هي مش ممكن الله اعلم. يومين اثنين استبان لنا انها رحمها الله. يا اخوه لما حد بيموت في الحج مش القضيه الموت، دور على اللي قبل الموت. فهي امراه، فالاخوات اللي كانوا بيوصلوني عشان يسالوني عن حالتها، الأخت اللي سألتني رجعت قالت لي يا شيخ الأخت اللي أنا سألتك عنها طلعت هي اللي ربنا في المستشفى وتوفاها مع الزوج. قلت لها طيب أرجوكي أنا عايزك تكتبي لي وتقولي لي الست دي كانت عاملة إيه؟ فطول الرفقة ما قبل الموت. فقالت لم تكن تنام ما رأيناها نائمة، كنا ننام ونستيقظ نجدها واقفه تدعو هي واقفه. كانت امراه يعني في حدود ال 55 او حسيت في شيء؟ معلش في حدود 55 كان عندها بنت شابه وماتت، كانت تدخلها تدعو لها وكذا. هي كانت مريضه بالكانسر، كانت فرحانه ان ربنا كتبها لها عشره قبل ما تخش. فبيقولوا احنا ما شفناش حد استغرق وقتا في الدعاء كما استغرقت هذه المراه، لا تقوى الا وهي داعيه ودعاؤها وهي واقفه. دول اصحاب الاحوال، يعني دول حال مع الله. فتخيل لما سمعت هذه الاشياء واشياء اخرى قلت دي نهايه الفيلم. بعد نهاية العمل سنوات طويلة يدوله مكافأة أو يدوله يعني شيء يخرج به يسموه مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة في الدنيا إنه الإنسان ربنا يكتب له ويختار له مدة تليق بخدمته وتليق بالحالة اللي عاشها فيها. عشان كده معنى الحديث من عاش على شيء مات عليه. فالسلف رضي الله عنهم كانت أشواقهم إلى الله عز وجل أشواق شديدة في الحج، لذلك كانوا يكررون الحج. ولماذا؟ وقد سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العزة حديث القدسي يقول الله عز وجل فيه إن عبدا صححت له جسما ووسعت عليه في معيشته تمر عليه خمسة أعوام ثم لا يجد بدنيا لمحروم. حديث مرة أخرى إن عبدا صححت له جسما. طب ليه؟ عشان لو مريض هو معفوش. ووسعت عليه معيشته عشان لو ما عندوش نص في المعيشة معفوش. الكلام عن مين؟ عن صحيح البدن الذي يقدر على الذهاب إلى بيت الله الحرام، وعن ميسور الحال الذي يقدر على الوفاة. إن عبدا صححت له بدن جسمه ووسعت عليه معيشته تمر عليه خمسة أعوام. لذلك السعودية لما كانوا حبوا يعملوا تقنين إنه الواحد ما يحبش إلا كل كام اختار خمس سنين من الحديث تمر عليه خمسة أعوام ثم لا يحب بدنيا لا
يا إخوة، الناس في المسجد، حديث المسجد إن الملائكة لله ملائكة سيارة طوافون يلتمسون حلق الذكر في المساجد، فإذا وزن وجد مسجدا فيه حلق الذكر تحلقوا حولك وركب بعضهم بعضا حتى يسألون إلى السلام، يجلسون يستمعون مجلس الذكر. يعني احنا دلوقتي جالسين إن شاء الله تعالى ملائكة، فإذا انتهوا من مجلسهم إيه اللي يحصل؟ يصعدون إلى رب العزة فيسألهم الله عز وجل وهو بهم أعلم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا رب تركناهم يذكرونك ويتدارسون كتابك فيما بينهم. فيقول الله عز وجل وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل هل رأوا جنتي؟ فيقولون لا بما رأوا. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوها؟ طب يعملوا حل ويعمل زي ما رأوا الجنة. قالوا يا رب كان أشد لها ضرر، كانوا يدخلوها أكثر ويدعوا أكثر. قالوا ومما يتعوذون؟ يتعوذون مني بإيه؟ يتعوذون بي مني؟ فيقولون يتعوذون بك من النار. فيقول الله عز وجل هل رأوا ناري؟ فيقولون لا يا رب. كيف لا رأوها؟ كانوا أشد منها هربا، كانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدهم يا ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا وصرفت عنهم ما استعاذوا وعوذتهم مما استعاذوا. خلاص أعطيتهم الجنة وصرفتهم عنها. اللهم اجعلنا منها، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول دعائنا، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول دعائنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدا لم يكن هذا من أجله، لم يأتي ليجلس لطلب العلم ولا لاستماع الذكر، إنما جاء لحاجة. ده كان جاي لموضوع تاني خالص، جاي منتظر واحد رايح مشوار فعدى عايز يعني واحد في المسجد، يعني مش جاي بهدف الدرس. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جالسا. عارف الشفاعة المبطنة؟ شفاعة من غير ما تسأل. هم القوم لا يشقى بهم جالسا. ربنا أعطى أعطى الجنة حتى ما كانش جاي بالنية الخالصة. هنرجع مرة أخرى لموضوع الحج، أنا خدت بس إيه شاهد، يعني مش مع عرفة كل الحجيج ده بده يكونوا في يوم عرفة في صعيد واحد في مكان واحد في زمان واحد. يعني لو الحج الحجاج كلهم 3 مليون 4 مليون بده يكونوا في عرفة في وقت واحد يوم عرفة، لكن في الصفا والمروة ما بيكونوش في وقت واحد، في الطواف ما بيكونوش في وقت واحد. لكن عرفة لابد يكونوا في وقت واحد. خلاص لا انا استطعت مش عارف فعرفة في وقت واحد. مشهد عرفة يا اخي مشهد مهيب. مين اللي حجر كده؟ اللي حجر فعلا. طيب ربنا يكتب يعني يا رب ربنا يكتب ندعي اللهم اكتب لنا جميعا، اللهم اكتب لنا جميعا، اللهم يسرها لنا من حيث لا نحتسب، اللهم يسرها لنا من حيث لا نحتسب، اللهم احملنا، اللهم احملنا الى بيتك الحرام، اللهم احملنا الى بيتك الحرام، ولا تحرمنا ولا تحرم كل مشكله يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم تقبل، اللهم اجب. مشهد عرفة يا إخوة أصعب مشهد في الحج، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الطواف أنت ممكن تلاقي ناس بتطوف وبتبكي وناس بتدعي، عرفة ده بالذات مع قرب الزواج، يعني بالنهار بتبقى الدنيا بقى زي اللي إيه لسه الدنيا جديدة وقاعد رايح جاي بيدور على أكل وشرب، لما يقرب اليوم ينتهي كأن العمر قرب ينتهي. فإيه اللي بيحصل؟ كل واحد بيلحق الساعة الفضل ساعة
تلاقي كل الناس والله يا إخوة مشهد خير لنا جميعا. كل الناس تخرج من الخيمة ومن الحر والقشع والجو أصبح لطيف. الخيم الناس كلها واقف وكل واقف مش حد مشغول بحد ولا حد بيبص لحد. والناس رفعت ايديها للسماء والحاح على الله وبكاء ودراعة تغسل القلب تغسل القلب وتطهر الروح وتسكن النفس. تشعر انك انت بترجع اليوم ده حد تاني خالص. ولا ينفع العفو والبشر ده ايه اللي بيحصل؟ بنروح مزدلفة. مزدلفة ايه؟ بنبات فين؟ بنبات فين يا جماعة؟ على الأرض. احنا في عرفة فيه كام؟ خيمة كبيرة وضخمة وجايبين مراوح وبتاع مكيفات محمولة كبيرة كده. وبيئة المية وسلاجة وعصاية. احنا الحج ده مقارنة بحج السلف. احنا في رفاهية. في 2009 حجين بس كنت معيش في مراوح. كنت مع مجموعة مراتين خليلين فحجهم 5 نجوم ولا 7 نجوم. فكانوا عاملين من كل غرفة وغرفة ثلاجة فيها عصاية وآيس كريم ومية ومش عارف. وحاطين كرسي تدليك مساج بين كل غرفة وغرفة. فكان الأخ زكريا الله يذكره بالخير أخ مسؤول قال لي يا شيخ محمد نعم. يقول لي انت عارف حج التمتع؟ حج التمتع انك انت تتمتع بالعمره على حج. اقول له اه تتمتع بالعمره على حج. قال لي لا التمتع عندنا انك انت تتمتع بالحاجات دي. لدرجه انه لما كنا نروح هم كانوا مسكنين في العزيزيه. يعني الخليجيين ما يحبش يكون جنب الحرم. العزيزيه قريبه لمنى ومشاعف الاحياء. فكانوا يودونا الحرم نصلي. فكان واحد ينتظرنا بايس بوكس فيه ايس كريم وميه وعصير وعلم وفرشه. والناس بتتجمع بعد نهايه صلاه العشاء بتتجمع في مكان معين ويبقى في العلم بتاع الدوله وعلم الحمله والرجاله قاعدين. طيب نتجمع نذكر الله طيب مفيش مشكله يعني. لا نتجمع ناكل ايس كريم وبيبسي وحاجات كده لدرجه ان الحجاج المساكين فكروا ان ده واحد بيعمل سبيل لله فكله جاي ياخد يعني ايه نصيبه. قال لهم لا ده رايت. الحاجات دي لما تشوفها وتشوف مقارنة بيها بقى حج السلف رضي الله عنه كيف قضوا ايام وشهور وسنين جاي في رحلة طويلة. اللي يا اخوة اللي جاي ماشي على رجلين واخونا اللي خرجت من بلد وانا شاب ووصلت الحرم على شيخ كان بيغسل بيت المزدلف. يعني النظافه كان استحاله فيها. بيوفر ماء وضوء طول الطريق وفي صحاري وفي اماكن قفره. طيب الحذاء اللي هو واخده ده وقعد بيه 5 سنين. الحذاء ده كفاه المده دي كلها؟ ما انقطعش ما احتاجش يصنع يعني حاجه. عشان كده الحج على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة. وكل ما الإنسان يدعى في حاجته وأنا دايماً أوصي الناس في الحج أقول لهم لو حصل إنه لقيت بعض المشاكل في الحج اقعد ازعل لأن بعض الناس يقول أنا دافع. أنا دافع كل الفلوس ديت والخدمة تكون مثلاً مش كويسة في المكان الفلاني. صح هو تقصير وغلط. المشقة ربنا بيختبرك بيها. شوف انت عندك استعداد تجيله المشقة ولا انت هاي كلاس ومش عايز تنزل عن المستوى وعايز تعيش جو معين جو اللاعبين المترفين. انت دفعت كنت حريص انك انت تعيش جو معين فربنا قدر لك انك انت تعيش بعض الوقت في شدة معينة. عيشها وتقبلها واستسلم لله. ف السلف رضي الله عنه ضرب لنا امثله. لذلك مثلا في موضوع الخروج للحج كان فيه واحد من السلف من التابعين اسمه حاتم الاصابع. حاتم الاصابع
كان من زاهد ناسك عابد عالم رضي الله عنه. كان عنده ثلاث بنات وزوجة معي مش أولادها. وكان مقيم في العراق وعايز يروح للحج، وكان ساكن في بادية نامية مكان ما لا عنده عم ولا خال ولا بنت ولا حد قريب. وهو السلف رضي الله عنهم حياته كده كانت ايه؟ يوم بيوم، مفيش بقى الراتب الشهري والجراية. مشتاق الى الحج، ففكر يدفع بس لابد يراضي اولاده عشان مستوعبين الغياب بتاعه، مستوعبين قله النفقه عندهم، تحملوا يعني. شوف التوكل على الله اللي يقين فيه، لا اللي هيسيبه في البيت كافي ولا اللي هياخده معاه كافي. فحاكم الاصابع قال لزوجته انا عايز جمع زوجته وولاده، قال لهم انا عايز اسافر الحج، اشتكي النبي هل تأذنون لي؟ فزوجته قالت له وتتركنا لمن؟ ومن يكون معنا؟ فنظر الى ابنته الكبرى حبيبه ابي بكره، قال لها كيف تقولين؟ قال اقول ما قالت الام، كيف تتركنا يا ابتي؟ وليس لنا قريب منه، وليس عندنا مولد نعتشر. فنظر الى الوسطى فقالت مثل ما قالت اختها وامي. فنظر الى الصغرى قال وانت كيف تقولين؟ اديك الفصيح. قالت يا ابتي من انت لنا؟ انت بالنسبه لي من انت لنا؟ ما انت الا منام إذا غاب المنام لا يغيب النصر. أنت بالنسبة لنا منام، هو أنت اللي بتجيب لنا الأكل، يعني أنت اللي بتجيب لنا الأكل، أنت اللي بتناولنا لربنا بيديهولك. إذا غاب المنام لا يغيب النصر. فسر بكلامها شنو قال على مرأتي هي دي، أنا كنت عايز أمرأتي هي نفسها الزاد اللي موجود في البيت قليل. يوم اثنين نفذ الزاد، نفس فكره السيده هاجر واسماعيل، توكل واليقين على الله عز وجل. لما نفذ الزاد بداوا ينظروا للصوره والرطينا، انت جوعنا وهلاكنا هيكون على ايه؟ كلامهم من غير ما يتكلموا عليهم بالكلمه. الخليفه امير المؤمنين خرج في رحله الصلاه، ومر على البرية أو البادية اللي كان فيها حاتم الأخرى، ما يعرفش بيت مين ده، أراد أن يشرب استسقى، قالوا هناك بيت لعلنا نستعبد الماء عنده. فوصلوا عند البيت طرقوا الباب، خرجت بنت قال هل عندكم الماء؟ قالت نعم. فخرجت له الماء فشرب، شرب العشية. فالفضول بتاع الخليفة ابنك من أنت يا مريم؟ فقالت أنا ابنة حاتم الأصفر. حاتم الأصفر؟ وأين هو؟ معروف يعني كان واحد علم عابد ما يأتيش الله يقول كان يهتم إنه هو يبدع. قالت خرج إلى بيت الله الحرام الحاج. قال ومن عندك في البيت؟ من معكم في البيت؟ أمي وأخواتي البنات. ما عندكم رجل؟ بعد الرجل قال فنظر الخليفة إلى معه وقال عزمت عليكم إلا أخرجتم ما في رحالكم وجعلتها في قلب الدار. كل اللي في الرحال الحشة خرج في رحلة الصيد، رحلة الصيد كانت شهر أكثر الآن، ففي طعام وفيه ثياب وفيه ماء وفيه كلين وفيه حلل وفيه ما رأت العين واشتهت النفس. خلاص؟ فجعل كل هذا في قلب الدار، فاجتمع عنده كلمتان من طعام وثياب وثياب وجوهر ومال. فمين؟ فانصرف.
فالبني فرحين وعلي يعذبه الله الحمد لله وأفرحني. جلست البنت الصغرى تبكي والباقي قاعد فرحان، فنظر إليها فقال لها ما يبكي هذا وقت فرح، بل نصرك الله عليك، ربنا نصرك عليك، كلام ترى صح ارمز تعمل. فقالت له ابكي لانكم فرحتم بما صنع الرجل وهو مخلوق مرسوم، نظر اليكم فرق لكم، رحمكم واحبي عن سعيكم، كيف لو عرفتم كيف نظر الله الى عباده. ربنا لم ينظر الى عبد، سبح من اسباب ومسببات يذهبك سبحانه. ولذلك يذكرون في باب النفقه الحج عبد الله بن المبارك تابعي كريم العالم المجاهد الناس في العالم الزاهد رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما كده زي ما هو كان يحج عاما ويجاهد عاما. الكذابين يزيفوا صوره هارون الرشيد ويعملوا صوره حاكم خليع ماجد حاشا، كان يحج عاما ويجاهد عاما. فسيدنا عبد الله المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما. وكان سيدنا عبد الله المبارك في خراسان نفس الحكايه بعيدا. فرحله الحج رحله محتاجه دقه، محتاجه دقه طعام وشراب، وهو كان يكلف على الحج. فخرج ومعه غلامه للحج، وهو في الطريق مر على نادية فوجد فيها خراب، وقريبا من الخراب بيت خرجت منه جارية يعني بنت، دخلت إلى الخراب وينظر فإذا هي قد وجدت بطنها ميتة داجن بيت، فجعلته تحت أمتها ودخلت إلى بيتها. طيب يعني نفسه منظر غريب، منظر مش طبيعي، وراح حكايه. فاتى الى باب الدار وطرق وخرج من الجاهل. فقال عبد الله المبارك اين نيتك؟ رايت كذا وكذا. فما امرك؟ ايه حكايتك؟ فقالت يا هذا ان قد حلت لنا الميته. الميتة تحل لمين؟ مش الجاء للمشرف على الهدف، مشرف على الهدف، يعني جاء مش كل واحد جاء يشرب ماء يشرب قطرة أو ياكل ميتة أو ياكل خنزير. لا، فمن اضطر في محمصة جوع شديد مشرف على الهدف، قد حلت لنا الميتة. فقال عبد الله المبارك إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآية عند المسلمين. وبشر الصابرين الذين اذا اصابت المصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. طيب المصيبه دي اصابته هو؟ اصابت امراه من المسلمين، بنت من المسلمين. والله يا اخوان مسكين من يعيش في نفسه. والله مسكين من يعيش في نفسه. يوم القيامه الانسان هيجي بقى فوق السؤال من اين كسب وفيما ربنا هيكون العبد. فاكر جت قدامك سيرة واحدة عمالة مزنوقة ومعسورة ومش لاقي حد يساعدها، عملت انت ايه؟ ما هو ربنا لما سمع الخبر ده عشان تسمع تقول لا حول ولا قوة. اه طب انت عملت ايه؟ ما هو ربنا هيعينك ويعينه وربنا مش محتاج دعاءك. انت عملت ايه عشان تساعدها؟ سمعت عن الكتاب ماذا يا ترى؟ جيت في ليله كده بالليالي جمهور المسجد ده اكيد في حد مننا مات من اخواننا وترك الكتاب، يا ترى حد افتكر اولاده اللي في يوم من الايام وقال لزوجته